فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي باعني ساعة أهديت له، وقد باعنيها بسعر بخس، وذلك حتى لا يحرجني بعدم قبولها. يقول: وقد خصني بهذا من بين إخوتي، ماذا أصنع بهذه الساعة؟ ردها عليه، قال: ما تصلح لي إلا لعطيت إخوتي مثلي، ما تصلح إلا إذا أعطيت إخوتي مثلي، ولا ما تحل لي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.